انا عايز اقول لكم بس كمان الحقيقه الرئيس نادي المريخ في نهايه كلامه مع شبانه قال ان احنا هنطلع بيان. هم بالفعل قبل الفطار طلعوا بيان مهم هقوله لحضراتكم وللجمهور. قالوا طلعتم بكل اسف الفيديو الذي تم تسجيله في اجتماع اسري في بيت كبير ورجل كبير وعظيم بعظمه المريخ الرئيس ويد الياس، ده اللي كان مستضيف الاجتماع يوم الجمعه 22/4/2022 للسيد النائب الاول لمجلس اداره نادي المريخ في اجتماع لكبارنا ورؤساء تنحني لهم الهامات والقامات لمعالجه سوء التفاهم بيني وبين السيد نائب رئيس المجلس، ده حازم مصطفى اللي بيقول رئيس النادي، والاسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل المستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أيا كان المخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذي يضر بسمعة المريخ أولا والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التي بدأناها مع ناد كبير كالأهلي المصري في تبادل الخبرات الفنية والإدارية وشراكات ذكية تتجاوز حدود العقول التي لا تفكر إلا في البيع والشراء للزمم، والضرر الذي سيعيب المريخ في علاقته مع أندية تربطنا بها علاقة وطن قبل المنافسات الشريفة. وبيضيف رئيس نادي المريخ في بيانه عليه ما تم من الحديث في الفيديو الكذب يعد خروجا أخلاقيا ومهنيا من السيد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي المريخ العظيم، والأسف الأكبر أن يصدر هذا الكلام أمام رجال يحفظ لهم المريخ سيرتهم وعطائهم العطر ويعرفون قدر المريخ جماهير المريخ العظيم. لو كان الحديث اتهاما لشخصنا لسفهناه، ولكن أن يكون للمريخ في تاريخه وسمعته والذي من المتوقع أن يترتب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادعاء الكاذب دون محاسبة حفاظا على حقوق ومكتسبات النادي واحتراما لعلاقاته مع الأندية المنافسة وأخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها. ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته في هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل، فإني باسم مجلس الإدارة أقدم اعتذاري لأمة المريخ وأقطابه وكباره أن يصل الانحدار في السلوك القيادي لرجل يعتبر هو الثاني في المجلس الذي يعول عليه الرشد وحسن تدبير الأمور والبحث عن فرص للرفعة والمحافظة على سمعة ناد كبير كالمريخ. وبناء على ما تقدم، ده بيان الرئيس المريخ، أطالب السيد النائب الأول الأستاذ محمد سيد أحمد بأحد الخيارات الآتية لرد الاعتبار للمريخ وجمهوره: 1- الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه، 2- التقدم بالاستقالة، 3- الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح. الأخوة والأخوات جماهير المريخ، نعاهدكم أن نظل مدافعين عن مكتسبات المريخ منتصرين له وليس لأنفسنا، وأن نلتفت لمشروعات النادي التي تنتظرنا وبناء المؤسسة التي تحكمنا جميعا، وليست بطولات نصنعها بالزيف والصعود على رقاب الآخرين وحرق الآخرين. المجد للمريخ والرفع والتقدم لشعبه العظيم. أخوكم حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني. أكرم به. ده بيان محترم جدا. أنا كنت لسه شايف الصياغة. كنت لسه على صياغة رقيقة جدا وراقية ومحترمة، ولما كل حاجة وكاشف إنه في استهداف للمريخ الحقيقة. هو عاوز هنا يعني واضح إنه مش عاجبه التعاون اللي عامله المريخ مع الأهلي فعاوز يوقع العلاقة. طب إزاي أنت طرف جوه النادي وتسيء لناديك؟ ده ما هو أول ما هيسيء للنادي في النهاية. فازاي بيصغر ناديه او بيضرب فيه او كده؟ واظن البيان بصراحه راقي جدا ومحترم متوازن وموضح الحقائق دي اللي عاوز اعلق عليها، كاشف انه في خلاف. يعني انه في استهداف للنادي، ليه انا بعمل كده؟ ودي النقطه اللي احنا بنقولها، ان اي حد هيلتقط هذا الكلام يحوله لفتنه. اولا يسقط العلاقه، يعني يسيء للعلاقه بين مصر والسودان، يسيء للعلاقه بين المريخ والاهلي، يسيء للعلاقه بين النوادي المصريه والنوادي السودانيه. ليه؟ ايه الهدف في النهايه اذا كان هدف رخيص او يمكن منافسه او غيره فيما يشير؟ حاجه شخصيه. والحقيقه ان هو فعلا هذا الحساب التلات احتمالات اللي هو بيقدمهم له، قال له عندك تلات خيارات: تعتذر او تستقيل او تتحاسب. هو بس الصياغه راقيه جدا بتعكس مستوى وعنيفة. مستوى ثقافه الشعب السوداني، انه شعب بيقرا كتير. ايوه ده اللي عايز اقوله، صياغه كل كلمه في القرايه. لا، اكتر شعب بتلاقيه عنده قدره على قرايه الكتب طول الوقت ويغذي دماغه، بس الغذاء العقل اهم من غذاء المعده. السودانيين لاقطين الحكايه دي بدري،
وشعب بيقرا بكثافه عاليه. هتلاقي اللغه قويه محدد، هطرح ثلاث خيارات زي ما ابراهيم بيقول. الازمه بس في اداره الخلاف في بعض الانديه العربيه، ان بعض القيادات في الانديه بتستخدم للضرب علاقات متعمد بين شعوب. بين شعوب المساله بتبقى اكبر في مصالح اكبر من الرياضه مما تبدو، اكبر من الرياضه. هو مين مصلحته دلوقتي انه يقدر يوقع يعني يعمل ازمه بين مصر والسودان او مصر والمغرب او مصر والجزائر؟ مين مصلحته؟ في اطراف، في ناس لها مصالح طبعا تدمر هذه العلاقات كتير جدا. فتدخل منين؟ من القضيه الجماهيريه، الكوره اللي فيها بقى اللي انت قلته سيكولوجيه الجماهير، اللي هو قطيع ويشتموا، وادي يشوفوا المصريين وادي يشوفوا ما يتحولش الموضوع. يعني انا اهلاوي او زملكاوي مصر والسودان، يعني ازاي يعني احاسب ان انا المصريين كلهم كده؟ طب في مصريين كتير جدا ما بيشجعوش كوره اصلا، في مصريين كتير جدا زملكاويه، في مصريين كتير جدا بيشجعوا فرق ثانيه، في مصريين مش مهتمين بالكوره اصلا. تلاقي اللي طالع على النيو ميديا او السوشيال ميديا تحديدا يقول لك شفتوا المصريين او شفتوا السودانيين، لا ويقوم واحد ردد عليه، وغالبا ده لا بيبقى مصري ولا سوداني ولا ردد عليه، ونعمل بقى معركه بالزبط. وشتيمه والشمال والجنوب، الشراره الاولى اللي بتستهدف تجاره الكراهيه. بالظبط، تجاره الكراهيه زي ما تعبير محترم، تعبير محترم. تجاره الكراهيه دي بقت سيده لمصالح اعلى واهم، ودايما الواحد بيحذر حاجه جماهير الكوره من انه يجي لهم الميكروب ده، ان هو يستمع شائعه صغيره ممكن تضرب العلاقات كلها. حصل يعني، حصل. وفي النهايه لا متعه ولا تشويق ولا اي حاجه في الكوره غير ان احنا نتخانق ونشتم بعض. اي حقيقه لازم. طيب انا كنت بتكلم قبل الفصل في مسؤوليه الاعلام. انتوا بقى اتنين مسؤولين عن نوافذ اعلاميه كبيره ومؤثره في الاعلام الحديث، اذا كان اليوم السابع او بوابه اخبار اليوم، والاتنين بينقل عنهم كل يوم مصايب. بس احنا في الرياضه الحقيقه في توازن كبير، يعني نعم. يعني الاعلام المكتوب والاعلام الالكتروني والديجيتال اعتقد انه بصراحه اتكلم بصراحه يعني لا اكثر مسؤوليه من الفضائيات. دائما الفتن بتيجي من تصريحات فضائيه او بتجيش من تصريحات، لان شوف انا الكلمه المكتوبه ما تزال الحقيقه، الكلمه المكتوبه ما تزال، وانت ابراهيم برضو في الاستاذ عدلي لا يعني بتتراجع وتتشاف بتتكلم لا في سياقات ومواثيق شرف بتحكمنا انه اهم حاجه بصراحه، اهم حاجه النادي فوق الجميع، البلد فوق الكل، مصلحه البلد هي الاساس، مش مصلحه شكل الكره مش المصريه، مش ايه يطلع منك وانت هو زي دي. الاخ ده اللي هو حط ناديك في الاساس، مصلحه النادي مش مصالح انا الشخصيه، اذا كان لي خلاف مع فلان او علان ان انا اضربه او اعمل فتنه او غيره. فبصراحه انا معظم الفتن تاتي من الفضائيات او من السوشيال ميديا. كويس، بس هي في ظاهره الحقيقه ملحوظه جدا، هي فكره السيركل او التزاوج بين وسائط الاعلام. انت حضرتك بتتكلم على ان هي مسؤوليه الاعلام الفضائي، يقوم مش واحد كله. لا يروح واحد هابت كلمه بالليل تاخدها المواقع وتاني يوم تبني عليها جرايد السوشيال ميديا، واخد بالك، وتفضل تلف وما تبقاش عارف دي بدات منين. ده صحيح، كله بياخد من بعضه. ده صحيح. شوف هقول لك، هو الحقيقه انا قلت من البدايه هو خيط رفيع جدا بين التشجيع والتضامن مع النادي او مع المنتخب او غيره وبين التعصب. طول عمر الكوره فيها استقطاب، واظن انه الصحافه الرياضيه في مصر والصحافه العاديه الجمهوريه والمسا طول الوقت في استقطاب وفي عناوين واخبار واخبار الرياضه، والحياه كانت بتوزع وكان في سخونه في الله، لكن ما كانش بيوصل الامر لدى اي واحد من كبار الناس في الاعلام انه يتجاوز او يشتم او يصل الى كلام شخصي، امين خبر كذب وهو يعلم. ايوه صح. وما كانش لا الشائعات ولا الكلام ده، كان في اتهامات بالتعصب طبعا، والتعصب موجود يعني، او اقول التأييد موجود او غيره، وكان التعصب لاهداف تسويقيه. ايوه، ولكن اكتر منها تحريضيه، انه الامر دلوقتي بقى متجاوز. هنقول الاعلام طبعا، بس الحقيقه انه النهارده بقى فيه دبابات اعلاميه موجوده في السوشيال ميديا، زي ما حضرتك بتقول التصريح ده ممكن اولا ما يبقاش موجود تصريح، ممكن السوشيال ميديا يخترع تصريح صحيح ثم ينسبه لجريده كبيره ثم ما يبقاش موجود على ما الجريده تكسب لنا مواقع. انا ما عنديش اي حاجه باسم بالظبط، وكل يوم وتاني الاقي كلام على الموضوع. فانت بتتكلم على سيوله ضخمه، زي ما استاذ جمال قال اللي هو فكره هي ظاهره عالميه، ولكن الحقيقه عندنا الامر بقى
مش بس الحياة في الرياضة بقى، في كل حاجة. أنت ممكن النهاردة يدعو لتدمير البلد، ياخد قصة صغيرة مرتبطة بأي حاجة حدث بسيط ويحولها لأزمة كبيرة، ونلاقي ناس تتداخل ويسخن الجمهور ويسخن الناس. فالجو ده انت بتتكلم، انا بقول دبابات، دبابات وصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية بتدمر العلاقات بين الجمهور وبعضه وبين الاخ واخوه وبين الناس وبعضيه، اللي بياخد شائعه او بياخد صوره او بيقتحم خصوصيه. طب والحل بقى؟ لا يعني حضراتكم انا كنت عايز اوصل، وانتم الاثنين مشخصين ده، مش بس مشخصين، عندكم اهم منافذ اعلاميه من خلال البوابات، بوابه اليوم السابع وبوابه الأخبار اليوم. كيف تتصرف مع الخبر الكاذب أو الشائعة أو الإدعاء؟ حضرتك تعمل إيه وحضرتك تعمل إيه؟ أنا عندي قواعد، يعني الحقيقة خلينا نتكلم، هضرب مثل بحاجة بسيطة جدا. بشاعات كتيرة بوفيات ناس نجوم أو كذا أو مرضهم أو بيطلع من بعض المناطق اللي احنا عارفينها، يعني المناطق المنحطة جدا، شاع فلان توفى فلان كذا. اولا عمري ما بنشر، لو اطلع متاخر احسن لي من ان اعمل سبق. في ثلاث طرق، في الاسره، في النقابه، في لازم التاكيد. الشائعه بتبان اولا انها شائعه، لازم اتاكد منها. اذا في تصريح شتيمه او حد لازم اطلب اطرافه، في طريقه للتاكد، في الطريقه المنطقيه اللي هي بيبان ايه فلان ما ينفعش يقول ده صحيح. لكن كمان الحقيقة، طب ما أنا أطلب الطرف الثاني، ما أنا عندي تليفونه والنهاردة بقت وسائل اتصال أو على صفحته أو غيره، أقول له هل أنت قلت كذا؟ يقول لا أنا ما قلتش. طب مين نسب ده؟ لأنه بيستخدموا الصحف الكبيرة، ممكن يقول بوابة أخبار اليوم، ممكن يقول اليوم السابع، وده ممكن بيحصل، يقول مصر، بيحصل ويقول إيه وشتيمة. أنا على ما كذبه يكون هو خد مساره، شفته قال إيه. والحقيقة في ناس بتتعمد، زي نائب رئيس النادي ده، انه لا هو ممكن يبقى عارف الحقيقه ويتعمد انه يقول سيبها تمشي، لا تتفاعل تجيب لنا بقى ايه صيادين يعني. يقول لك صرح مصدر مسؤول، فلازم موثيق شرف الحقيقه. ايوه يا فندم، حضرتك بقى تعمل ايه؟ احنا بنقع كتير في بعض الحاجات فعلا، وبينسب الينا حاجات. يعني انا بشوف بانرات على الفيسبوك منسوبه الاخبار اليوم، اقعد ادور يا جماعه ده عندنا، يقول لك لا مش عندنا. ففي زي ما قلت في اهداف معينه، وفي مجموعات كتير جدا على السوق. اصلا انت ممكن تعمل كام لجنه يقلبوا لك، يحركوا لك الراي العام في الاتجاه اللي انت عاوزه، تجدير الجو العام، وحتى في في الصراعات، في استهداف شخص. حصل عندك ده او حصل عندك ده، اجراءك مع الاعلامي اللي اتورط في ده مع الصحفي حاسب. هو اولا لازم قواعد، بس لازم يتحاسب. واعتقد اللي بينشر البوابات النهارده، بالمناسبه الصحف حسابها سهل، لان انا معروف لو انا صحيفه ونشرت حسابي سهل في المجلس الاعلى للاعلام، في الهيئه الوطنيه للصحافه، في النقابه الصحفيه، دي اطر ثابته ومستقره. لكن الحقيقه الحساب الحقيقي على الحسابات اللي هي اللجان، اللي محدش بيبقى عارف مصدرها فين، وممكن ما تبقاش في مصر، ويبقى الشخص مش مصري واخد اسم مصري واخد مكان في مصر وبيشتم شخصيه تانية فيعمل فتنه. يعني اغلب الخلافات بين الشعوب العربيه وبعضها هي خلافات لا علاقه لها بشعوب، يا لها علاقة بأهداف دول للتفتيت وللتدمير، واستخدام الرياضة لتقويم الدول الشعوب على بعضها، والشتائم وإيقاع الناس ببعضها، فتن والكراهية زي ما حضرتك بتقول. تجارة الكراهيات في العالم زي الحروب بالظبط، ما هو تجار السلاح من مصلحتهم إنه يبقى في فتن في العالم وحروب، وأنا أخاف منك وأنت تخاف مني، فنشتري إحنا الاثنين سلاح من نفس المصدر، ويفضل تاجر السلاح هو اللي بيكسب. أو الخطورة في ده كله يعني زمان وإحنا صغيرين كنا متعصبين. وأنا فاكر وقعة ماتش الأهلي لما الأشبال غلبوا الزمالك 3-2 85 ابن عمي قاعد رمى التلفزيون من الشباك، يعني كان كبرنا كده، يعني ننفعل مع بعض وماتش خلص خلاص تكسر التلفزيون. ده مثلا كسرت كم تلفزيون؟ لا أنا ولا نزل على مين يا فندم؟ لا بس لا كانت تلفزيونات عزيزه في الوقت ده فعلا بيكسروا. كنا بنشوف ناس بتاخد حبوب منومه، بس كان ياما الانتحار بالاسبرين فكانوا بيحاولوا. انا كنت اشوف ناس كتيره يقول لك ده خد شريط اسبرين، يعني دي كانت اخرها يعني. كان ما كانش في البلاوي بتاع دلوقتي. الاهلي جاب جول من حماسه، كان ماسك طقطوقه بيقزز لب، لقيت الطقطوقه طارت
من البلكونه كانوا في الليفنج روم، كانوا الاخواتي بيشجعوا مؤشر، يتخاصموا ويتخانقوا ويرجعوا كده. ده بيدينا مؤشر. كان اقصى رد فعل حتى للمتطرف، مشجع المتطرف، هو تصرف شخصي مع اقرب ناس دي وخلصنا. لكن دلوقتي المشجع المتطرف واللي بيساق وبيقاد ممكن يعمل ازمه يتمادى. كبيره يعمل ازمه كبيره، مش بس يتمادى. انا فاهم يعني. انا هفكركم مره في ايام يناير ماشي في الميدان، فلقيت واحد صعيدي بيكلم اهله وانا مستني بس 70 مليار بتوع مبارك هيجيبوهم بكره ويوزعوهم اجيب فلوس وارجع. دي بدايه على فكره، ده مشاهد احنا عشناها كلنا وبدات تخرج من السياسه شائعه شائعه. انا او يعني في نجم رياضي، بلاش هو ينفع نقول عليه نجم رياضي، لكن مش كاتب على صفحته انه جماهير اداره المغرب الوداد قررت رفع اعداد المشاهدين ل 45,000 وحاطط بوست او بوست للنادي. النادي مش فيه اي كلمه عن زياده عدد الجماهير. قال ان هم هيزودوا عدد المنافذ للتسهيل على الجماهير. احيانا اضطريت، اول مره ما بحبش ارد على حد، اضطريت ادخل ارد عليه. فهي الازمه عدم فهم لكثير من نجوم الشغلانه وثقافه محدوده وقد تصل الى الجهل وغرض. احنا وطبعا نرجع للدوري.